بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض الجزء الرابع في المحاضرة الأولى من محاضرات الدايودز. في الأجزاء اللي فاتت عرفنا البيزكس بتاعت الموديلينج وعرفنا اللارج سيجنال دايود موديل وخدنا بعض الدايود أبليكيشنز، خدنا الهاف ويف ريكتيفاير وخدنا الفول ويف ريكتيفاير باستعمال السنتر تابد ترانسفورمر. في الجزء ده ان شاء الله من المحاضره هنتعرف على البريدج ريكتيفاير اللي هو ذا موست بوبولار في الحقيقه فول ويف ريكتيفاير باستعمال الدايودز، وهنتعرف برضو على البيك ريكتيفاير، وهما دول اللي بيستعملوا بقى براكتيكالي في دوائر الريكتيفيكيشن في الحقيقه زي ما هنشوف. دي دايره البريدج ريكتيفاير، سموها ليه بريدج ريكتيفاير؟ لو خدتوا بالكم هي شبه دايره الويتستون بريدج اللي هي المشهوره في الفيزيكس وفي السيركت، بتستعمل في الميجرمنتس والسنسنج وابليكيشنز تانية. الدائره دي فيها اربعه دايودز، فيها اربعه دايودز مختلفه عن دايره الفول ويف ريكتيفاير باستعمال السنتر تابد ترانسفورمر اللي كان فيها تو دايودز بس الدائره دي بقى ما فيهاش سنتر تابد ترانسفورمر، مش محتاجين سنتر تابد ترانسفورمر، بنستعمل ترانسفورمر عادي خالص زي ما احنا شايفين هنا اهو. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الدائره دي بتشتغل ازاي. طب هنمسك الانبوت بتاعنا، احنا عارفين الانبوت بتاعنا بيكون ليه بوزيتيف هاف سايكل وبيكون ليه نيجاتيف هاف سايكل. فالاول تعالوا نمسك البوزيتيف ايه، تعالوا نمسك البوزيتيف هاف سايكل اللي هي الاولانيه دي. طيب وقتها طبعا الترانسفورمر هيعمل لي ستيبنج داون للفولتج، وبعد كده هيبقى عندي الفولتج هنا اهو، هيبقى البلس فوق هنا اهو والماينس فوق هنا اهو، لان انا دلوقتي شغال في الايه، شغال في البوزيتيف هاف سايكل بعد ما حصل لها ستيبنج ايه، بعد ما حصل لها ستيبنج داون. طيب السؤال بقى دلوقتي الكرنت هيمشي ازاي في الدايره دي؟ طيب مبدئيا كده احنا عارفين ان دايما الكرنت بيمشي من الهاي فولتج لللو فولتج، بيمشي من النقطه اللي ليها جهد عالي للنقطه اللي ليها جهد منخفض. فاوفر اول انا متوقع ان الكرنت بتاعي هيقوم ماشي كده اهو سام هاو ويقوم راجع كده اهو. خد بالك ان الكرنت اللي هيروح لازم يبقى هو بالظبط قد الكرنت اللي ايه، قد الكرنت اللي هيرجع، اللي هي فكره السوبر نود اللي احنا كنا اتكلمنا عليها ايام ما اتكلمنا عن كي سي ال، ان انا ممكن اقوم عامل دايره كبيره مثلا كده حوالين السيركت دي كلها، واقول ان الدايره دي اكنها عباره عن سوبر نود، اكنها عباره عن نود بس نود كبيره شويه، واقدر اطبق عليها كي سي ال. طبق عليها كي سي ال يعني ايه؟ يعني الكرنت اللي هيخش في السيركت دي هيبقى هو هو زي الكرنت اللي هيخرج من الايه، اللي هيخرج من السيركت. هي دي فكره السوبر نود. طب جوه الدايودز بقى يا ترى الايه، يا ترى الكرنت هيمشي ازاي؟ تعال نمسك كده الدايره واحده واحده ونشوف الكرنت بتاعنا هيمشي ازاي. طيب الكرنت بتاعي هيجي هنا قدامه ان هو يمشي في سكه من اتنين، يا اما يمشي في دايود رقم واحد يا اما يمشي في دايود رقم اربعه. طب يا ترى هيمشي في انهي دايود فيهم؟ طبعا احنا عارفين ان الايه، ان الدايود بيوصل الكرنت في الفورورد ومش بيوصل الكرنت في الريفرس، فبالتالي دايود اربعه مش هينفع يمشي الكرنت لان الكرنت ماشي في الريفرس دايركشن، اما دايود واحد فهو اللي هيمشي الكرنت، وبالتالي يبقى الكرنت بتاعي هيمشي في الايه، هيمشي في الاتجاه ده. طب بعد لما الكرنت يمشي في الدايود رقم واحد هيروح فين؟ قدامه هنا ان هو بقى يمشي في مسارين، ان هو يروح يمشي في الريزيستنس كده اهو، او ان هو يمشي في دايود رقم ثلاثة كده اهو. برضو هنيجي نقول هل الدايود بيمشي الكرنت في الريفرس؟ لا، المفروض ان الدايود ما يمشيش الكرنت في الريفرس، فبالتالي دايود ثلاثة هيبقى اوف، مش هيسمح ان هو يمشي الكرنت، والكرنت هيمشي في الريزيستنس في الدايركشن ده. خد بالك من حاجه مهمه جدا بقى دلوقتي، ان الكرنت ماشي من اليمين للشمال، فبالتالي هيعمل لي الفي اوت، الموجب بتاعه هنا اهو والسالب بتاعه هنا اهو، هو ده الفولت اللي انا ايه، هو ده الفولت اللي انا هاخده من الدايره، والار دي هي اللود بتاعي بقى، هي اللود بتاعي اللي انا عايز اوصل لها الريكتيفايد ايه، ريكتيفايد كرنت. طيب جميل، هيجي بقى الكرنت بتاعي اهو عند الايه، عند النقطه دي، هيروح فين؟ قدامه مسار برضو من ثلاثة بقى المرة دي، أنا عندي ثلاث مسارات، يا إما هيطلع لفوق كده أهو، يا إما هيروح في الإيه، في الجراوند كده أهو، يا إما هيمشي في الإيه، يا إما هيمشي في دايود رقم اتنين كده أهو. طيب أنا عايزك بقى تعمل كده بوز لمدة دقيقة وتفكر يا ترى الكرنت هيمشي في أنهي مسار فيهم. ممكن حد بقى يتلخبط ويقول الكرنت هيمشي في الثلاث مسارات، انا مش شايف حاجه تمنع ان الكرنت يمشي في الثلاث مسارات، لان الكرنت ده هيروح يمشي في دايود اربعه في الاتجاه الفورورد، وهيروح يمشي في دايود اتنين في الاتجاه الفورورد، وبرده هيروح يمشي في الجراوند، ايه اللي يمنع من كده؟ بالحقيقه الاجابه دي غلط، الاجابه الصح ان الكرنت هيمشي في دايود اتنين فقط لا غير. طب يا ترى ليه؟ تعالوا نفكر مع بعض ليه. الاول تعالوا نمسك الجراوند كده اهو،
الجراوند دي زي ما قلنا هي لا تعبر عن شيء غير ان انا اخترت ان النود دي تبقى هي الريفرنس فولتج بتاعي، اخترت ان النود دي تبقى هي 0 فولت، فبالتالي لما اجي اقيس الفولت عند اي حته تانية في الدايره انا هقيس الفولت بالنسبه للايه، بالنسبه للنقطه دي. وقلنا برضو نقطه تانية مهمه، ان كل الجراوندز اللي في الدايره في الاخر اكن في سلكه موصلاهم بايه، موصلاهم ببعض، بس انا مش برسم السلكه دي عشان ابسط الدايره بتاعتي. طيب تعالوا كده نبص على الدايره بتاعتنا دي. الدايره بتاعتنا دي هل فيها اي جراوند غير الجراوند اللي في النص دي؟ لا ما فيهاش. طب لو انا رحت عملت سيركل حوالين الجراوند دي كده اهو، والسيركل دي قلت لك هي دي اكنها برضو سوبر نود عندي، مفروض الكارنت اللي داخل في السوبر نود يبقى هو الكارنت اللي خارج من الايه، الكارنت اللي خارج من السوبر نود، او بمعنى اخر كي سي ال بتاعي اللي هو بيقول لي ان سيجما الكارنت بيساوي صفر. لو جيت اطبق المعادله دي هلاقي بكل بساطه ان طالما سيجما الكارنت بيساوي صفر وانا ما عنديش غير برانش واحد، يبقى لازم البرانش ده يكون ماشي فيه كارنت بيساوي كام، يبقى لازم البرانش ده يكون ماشي فيه كارنت بيساوي زيرو. فبالتالي مفيش كارنت هيمشي في الجراوند هنا اصلا، لان الايه، لان انا ما عنديش غير سلكه واحده بس. واحد هيقول لي ايه ده، يعني دايما الكارنت اللي ماشي في الجراوند بيساوي زيرو؟ اقول لك لا، انا ما قلتش كده. يعني لو انا عندي دايره مثلا بالشكل ده اهي، دايره بسيطه جدا اهي بالشكل ده، وقلت لك الكارنت اللي ماشي في الدايره دي بيساوي كام، هتطبق اومز لو تحسب الكارنت. هتقول لي الله، طب انا لو طبقت نفس الطريقه بتاعتك ورحت عملت سيركل بالشكل ده هقول ان السيركل دي فيها برانش واحد بس والكارنت اللي في السيركل دي بيساوي صفر. اقول لك لا، انت كده طبقت الايه، طبقت اللي انا قلته لك غلط. طب طبقته غلط ليه؟ لان احنا اتفقنا ان كل الجراوندز اللي في الدايره واصله ببعض، فالتو جراوندز دول اكن في سلكه ما بينهم، بس انا مش برسم السلكه دي للايه، للتبسيط. فبالتالي الكارنت اللي داخل في سوبر نود دي هيبقى هو الكارنت اللي خارج من السوبر نود، لان احنا زي ما احنا عارفين الكارنت لازم يمشي في الاخر في ايه، في دايره مغلقه، لازم الكارنت يمشي في كلوزد سيركت. طب يبقى احنا كده عرفنا ليه الكارنت مش هيمشي في الايه، ليه الكارنت مش هيمشي في الجراوند. طب السؤال التاني بقى، ليه الكارنت مش هيمشي في دايره 4 مع ان الكارنت لو مشي في الدايركشن ده هيبقى ماشي في الفورورد دايركشن بتاع الايه، بتاع الدايد؟ هنرجع نقول لا، خد بالك ان الكارنت دايما بيمشي من الايه، بيمشي من الجهد العالي للجهد الواطي، ما بيمشيش بالعكس. والنقطه دي تعال نسميها مثلا النقطه رقم 1، ايه علاقتها بالنقطه دي مثلا اللي هي النقطه رقم 2؟ مين اللي جهده اعلى؟ هل V1 الجهد بتاعه اعلى ولا V2 الجهد بتاعه اعلى؟ انسى قصه الايه، انسى قصه الجراوند، ما تشغلش بالك موضوع الجراوند ده، لكن انا عايزك تفهم حكايه الجهد العالي والجهد الايه والجهد المنخفض. تعال نفكر مع بعض كده اهو. دلوقتي الاول انا كنت اصلا عند نود 1، يعني انا اصلا بدات عند نود 1، وبعد كده الكارنت بتاعي مشي بالشكل ده كده اهو. طيب لما الكارنت يمشي بالشكل ده بيعمل ايه؟ بيعمل فولتج دروب. يعني الكارنت حصل فولتج دروب على دايد 1، حصل فولتج دروب على دايد 1 بالشكل ده، وحصل فولتج دروب على الريزيستنس بالشكل ده، فبالتالي نتيجه ان الكارنت مشي في المسار اللي احنا ايه مظلينه بالاصفر ده وعمل فولتج دروبس، فهينتج عن كده ان الجهد بتاع نقطه رقم 1 لازم يكون اعلى من الجهد بتاع نقطه رقم 2. فبالتالي ما ينفعش الكارنت يمشي من نقطه رقم 2 نقطه رقم 1، ان هو كده هيمشي من الجهد المنخفض للجهد الايه، للجهد العالي. او لو عايز تفهمها بطريقه ثانيه في الحقيقه، فبما ان الجهد عند الفي 1 اكبر من الجهد عند نقطه رقم 2، في 1 اكبر من في 2، يبقى زي ما احنا قلنا اصلا في الاول الدايد ده اصلا ريفرس بايزد في الحقيقه، فبالتالي الدايد ده اوف وبيهيف از اوبن ايه، وبيهيف از اوبن سيركت، فبالتالي مفيش مسار ينفع الكارنت يمشي فيه غير ان هو بعد لما مشي في دايد 1 وبعد لما مشي في ريزيستنس يروح يمشي في دايد رقم 2 بالشكل ده. طيب هيجي بقى بعد ما مشي في دايد رقم 2 وقدامه برده مسار من 2، قدامه ان هو يطلع يرجع تاني عند الترانسفورمر، وقدامه ان هو يروح يطلع يمشي في دايت 3 مره تانية. فبرضه تاني حاول بقى تفكر لوحدك المره دي وتقول الكارنت هيمشي في انهي مسار. طبعا الاجابه الصح ان هو هيرجع تاني على الترانسفورمر ومش هيروح يمشي في دايت 3. طب ليه الكارنت مش هيروح يمشي في دايت 3؟ مش الكارنت لو مشي في الاتجاه ده يبقى ماشي في الفورورد دايركشن بتاع الدايت؟ اقول لك تاني خد بالك ان الكارنت بيمشي من الجهد العالي للجهد المنخفض. فلو انا جيت سميت النود دي سميتها النود رقم 3 مثلا، اهو هسمي النود دي رقم 3، خد بالك ان الكارنت عمل ايه، الكارنت راح مشي بالشكل ده كده وبعد كده جه كده اهو بالشكل ده. لما الكارنت بيمشي بيعمل ايه؟ بيعمل فولتج دروبس، هيعمل فولتج دروب على الريزيستنس ويعمل فولتج دروب على الدايد. فبالتالي لما اجي عند النقطه دي تعالى نسميها النقطه رقم 4، هيكون الجهد بتاعي قل في الحقيقه،
فبالتالي لو جيت اقارن ما بين الجهد عند نقطه رقم 3 والجهد عند نقطه رقم 4 هيطلع مين الكبير؟ هيطلع الجهد عند نقطه رقم 3 هو الكبير. فبالتالي ما ينفعش الكرنت يروح يمشي من 4 ل 3، الكرنت ما ينفعش يمشي من الجهد الايه، من الجهد المنخفض للجهد العالي، لا الكرنت يمشي من الجهد العالي الى الجهد المنخفض. طيب برضو ممكن نفهمها بطريقه تانية، ان طالما في 3 اكبر من في 4 فبالتالي هيبقى الدايت بتاعي اللي هو دايت 3 ده هيبقى ريفيرس بايست، او هيبقى دايت 3 ده كده عليه فولتج بالشكل ده. طبعا السهم ده معناه الموجب هنا والسالب هنا، فبالتالي الدايت ده هيبقى ريفيرس بايست اوبن سيركت، فبالتالي مش هيمشي فيه اي كارنت، فهيرجع للكارنت ثاني يروح ناحيه الترانسفورمر. وده بيتطابق مع اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، ان الكارنت اللي راح في الاول هو بالظبط بيساوي الكارنت اللي رجع في الاخر، اللي هي فكره ان السيركت دي كلها ممكن احطها جوه سوبر اي جوه سوبر نود، وطبعا السيركت بقى بتتقفل جوه مين؟ جوه الترانسفورمر نفسه. طب تعالوا بقى قبل ما نروح للنيجاتيف هاف سايكل نبص على الويف فورمز، نبص على الويف فورمز بتاعتنا. الويف فورم اللي هي معموله بالاس والدي كده اهو، ده الفي اس اللي هو الاي سي سورس بتاعي، بعد ما حصل له ستيبنج داون، حصل له ستيبنج داون فجت لي هنا الايه، جت لي هنا الفي اس، فدي كده هي الايه، دي كده هي الفي اس زي ما احنا شايفين. وخد بالك ان الامبليتيود بتاعها مدينه برضو رمز الفي اس، بس الفي هنا كاتبينها كابيتال والفي هنا كاتبينها ايه، والفي هنا كاتبينها سمول، ده النوتيشنز بتاعت التكست بوك بتاعنا اللي هو الكتاب بتاع سيدرا سميث. المهم السؤال بقى دلوقتي، السؤال احنا اتفقنا ان الكرنت هيعدي وهيروح يعمل فولتج دروب على الريزيستنس وهيطلع لك الاوتبوت بتاعك اللي هو الازرق اللي احنا شايفينه هنا. السؤال بقى الفرق ما بين، الفرق ما بين البيك فولتج بتاع الانبوت والبيك فولتج بتاع الاوتبوت بيساوي كام؟ هناخد بالنا ان الكرنت بتاعنا هنا مش بيعدي بقى على دايد واحد زي حاله السنتر تابد ترانسفورمر، لا ده بيعدي على تو دايدز، فهنا الكرنت بتاعي عدى على دايد رقم 1 وراح كمان عد على دايد رقم 2، فكل دايد منهم هيحصل عليه فولتج دروب، فبالتالي الفولت اللي هيفضل على الريزيستنس عشان يديك الاوتبوت فولتج بتاعك، انت في الاخر عايز تقرا ده اللي هو الفي اوت اللي موجود على الريزيستنس، الفولت ده اللي موجود على الريزيستنس هيبقى هو الفولتج اللي داخل في الانبوت بس مخصوم منه الاون فولتج بتاع تو دايدز، عشان كده هتلاقي ان الفرق ما بين الاثنين دول هو ايه، تو في دايد، ان انا عندي هنا تو دايدز وقع عليهم فولتج دروب اللي هما دايد رقم 1 ودايد رقم 2. فلو خدنا مثلا مثال بسيط بالارقام، لو قلت لك ان البيك ده مثلا بيساوي 10 والاون فولتج بيساوي 0.7، هيطلع ان البيك فولتج بتاع الايه، بتاع الاوتبوت بيساوي 10 ماينس 0.7 في 2 اللي هي هتطلع ب 8.6 فولتس. طب تعالوا بقى دلوقتي نبص على النيجاتيف هاف سايكل، نمسح بقى الكلام اللي احنا ايه، اللي احنا رسمناه ده كده، ونروح بقى نبص على النيجاتيف هاف سايكل. لو انت البوزيتيف هاف سايكل كانت وقعت منك، حاول تركز بقى معايا في الايه، حاول تركز معايا في النيجاتيف هاف سايكل دي، عشان في الاخر هما الاثنين في الحقيقه شبه بعض جدا، وجهين لعمله واحده. طيب تعالى نبص كده اهو، دلوقتي في النيجاتيف هاف سايكل اهو، انا عندي هاف سايكل اهي بالنيجاتيف، فهيجي لك برده الترانسفورمر مش هيغير حاجه، هيجي لك الفولتج برده هنا بالايه، هيجي لك الفولتج هنا برده بالنيجاتيف. طبعا خد بالك من نقطه مهمه، ان انا لما يكون عندي اليمنت مثلا بالشكل ده ريزيستنس، اقول لك ان الريزيستنس دي ادي الفولت ادي الموجب وادي السالب، والفولت بيساوي مثلا ماينس 10 فولت، هي بالظبط لو انا عكست الموجب والسالب، لو خليت السالب هو اللي فوق والموجب هو اللي تحت، وقلت لك ان الفولت بتاعك بقى بدل سالب 10 لا ده بيساوي ايه، بيساوي زائد 10 فولت، مفيش اي فرق ما بين الايه، مفيش اي فرق ما بين الاثنين. طيب جميل، فانا هعمله هنا ايه، انا عندي هنا انا في النيجاتيف هاف سايكل، بس بدل ما اخد الفولت بالنيجاتيف هقول لك لا، خد الفولت بالموجب واعكس لي الاشارات، فهاخد الاشاره الموجب دي هعكسها خليها اشاره سالب، وهاخد الاشاره السالب دي واعكسها واخليها اشاره ايه، واخليها اشاره موجب، يبقى انا كده انا في النيجاتيف هاف سايكل، بس نتيجه لان الايه، ان انا عكست الاشارات، فاكن الايه، اكن الموجب هو اللي تحت والسالب هو اللي فوق. طيب هيمشي ازاي الكرنت في الحاله دي؟ نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله ايه، نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، مفروض ان الكرنت يروح يمشي من الجهد العالي الى الجهد المنخفض، بس المره دي الجهد العالي هو اللي تحت، فالكرنت مفروض يمشي في الاتجاه ده ويرجع هو بالظبط نفس الكرنت، هو بالظبط نفس الكرنت في الاتجاه ايه، في الاتجاه ده. طيب هنعمل نفس الايه، نفس الريزلنج اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، الكرنت هيجي هنا اهو، هل هيمشي في دايت 3 ولا هيمشي في دايت 2؟ طبعا هيمشي في دايت 3 لان دايت 2 كده في ريفرس دايركشن، فالكرنت هيروح يمشي في دايت 3 ويكمل في الايه، في المسار ده. طب هيجي الكرنت بتاعي عند النقطه دي،
هل هيروح يمشي في الريزيستنس ولا هيروح يمشي في دايد واحد؟ طبعا مش هيمشي في دايد واحد، دايد واحد كده هيبقى ريفيرس، هيروح يمشي في الريزيستنس. الملاحظه بقى المهمه جدا هنا هي ايه؟ ان الكرنت مشي في الريزيستنس من اليمين للشمال زي بالظبط البوزيتيف هاف سايكل، فبالتالي الفي اوت هيطلع البولاريتي بتاعتها هي هي، البولاريتي بتاعت الفي اوت مش هتتغير، لان في الحالتين في البوزيتيف هاف سايكل في النيجاتيف هاف سايكل الكرنت بتاعي مشي من اليمين للشمال. يبقى انا كده في الحقيقه حققت وظيفة الريكتيفيكيشن، ان الكارنت بتاعي ماشي في نفس الديركشن، فبالتالي الفولتج بتاعي في التو هاف سايكلز لنفس البولاريتي. هنيجي برضو هنا عند النقطة دي ونقول الكارنت قدامه تلات مسارات، يا اما يمشي في الجراوند، يا اما يروح تاني في دايد اتنين، يا اما يروح في دايد اربعة. نفس الارجمنت اللي احنا قلناها، مش هيمشي طبعا في الجراوند لان الجراوند هنا اصلا مش واصلة بحاجة، فده برانش واحد. مش هيمشي في دايد اتنين لان اصلا دايد اتنين ريفيرس والفولت عند النقطة دي أكبر من الفولت عند النقطة دي. أنا نرسم أسهم مثلا، هنا الفولت كبير وهنا الفولت هيبقى قليل، فبالتالي ما ينفعش الكرنت يمشي من الجهد القليل للجهد الكبير، فبالتالي الإجابة الصح إن هو هيروح يعمل إيه؟ إن هو هيروح يمشي في دايد رقم أربعة. طيب بعد ما يوصل برضو دايد رقم أربعة هيعمل إيه؟ هيرجع تاني دايد واحد ولا هيخرج للترانسفورمر؟ طبعا الإجابة الصح إن هو هيخرج للترانسفورمر. طب ليه مش هيرجع لدايد واحد؟ نفس الأرجمنت، إن أنا هيبقى عندي هنا الفولت هنا هو الكبير والفولت هنا هو الصغير، فبالتالي الكرنت مش هيمشي من الفولت الصغير للفولت الكبير، أو إنك تقول إن الدايد ده ريفرس بايزد فهو أصلا أوبن سيركت فالكرنت مش هيمشي فيه. يبقى كده أنا قفلت الدايرة بتاعتي، الكرنت بتاعي ماشي أهو في الدايركشن ده كده أهو، 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 ماشي في الزجزاج اللي أنا إيه اللي أنا ظللته بالأصفر دلوقتي. طيب لو رحنا بقى للإيه؟ للويف فورمز وعايزين نرسمها، تعالوا نشوف مع بعض كده أهو. في النيجاتيف هاف سايكل الويف فورم بتاعت الانبوت عاملة إزاي؟ هي دي كده الويف فورم بتاعت الانبوت في النيجاتيف هاف سايكل. طب الويف فورم بتاعت الأوتبوت هل هتبقى برضو لتحت؟ لا، زي ما اتفقنا هتبقى لفوق. ليه؟ لان الكرنت ماشي في نفس الدايركشن من اليمين للشمال، فبالتالي الفي اوت هيبقى هو كمان بالبوزيتيف في السايكل دي بالبوزيتيف وفي السايكل دي بالبوزيتيف، مفيش اي ايه، مفيش اي تغيير. طيب تعالوا نفكر تاني في حكايه الايه، الفرق ما بين البيك فولتج بتاع الانبوت والبيك فولتج بتاع الايه والبيك فولتج بتاع الاوتبوت. لو انت مش بتعرف تجيبها كده بالسنس يبقى روح اعمل لها ايه، روح اعمل لها كي في ال. طب اعمل كي في ال ازاي؟ تعالى كده نبص مع بعض هنعمل كي في ال ازاي. احنا اتفقنا ان الكرنت هيمشي في انهي مسار؟ اتفقنا ان الكرنت بتاعي هيمشي في المسار ده كده اهو، ده كده اهو، ده كده اهو، ده كده اهو، ده كده اهو. يبقى هو ده المسار اللي هعمل فيه الكي في ال بتاعي. طيب اكتب معادله الكي في ال، تعالى نكتب كده معادله الكي في ال مع بعض، نمسح الدايره اللي احنا كنا عاملينها دي كده ونكتب معادله الايه، ونكتب معادله الكي في ال. هقول ايه في معادله الكي في ال؟ هقف عند فولت انا عارفه، هقف عند الايه، عند الفولت ده مثلا اللي هو الفي اس، واقول في اس يساوي، واقول في اس يساوي، وابدا امشي مع الايه، مع السيركت بتاعتي. هعدي على ايه؟ هعدي على الاون فولتج بتاع دايود 3. يبقى انا كده هعدي على الفولتج اللي على دايود 3 بلس، هعدي على الفولت اللي على الريزيستنس اللي هو الفي اوت، يبقى هعدي على في اوت بلس، هعدي على الفولت اللي على دايد رقم 4، يبقى هعدي على في دايد 4، وبعد كده هوصل للنيجاتيف ساين بتاعتي كده، يبقى انا خلاص قفلت الايه، يبقى انا كده قفلت اللوب بتاعتي، بدات من الاشاره الموجب وختمت عند الاشاره الايه، وختمت عند الاشاره السالب. طيب ده بيساوي كام؟ لو هو اون هيساوي زي ما احنا قلنا تقريبا 0.7، وده بيساوي كام؟ تقريبا 0.7. يبقى اقدر اقول ان الفي اوت هيساوي الفي اس ماينس 1.4. عشان كده قلت بقى ان لو الفي اس البيك بتاعته ب 10 اطرح منها 1.4 هتديك هنا ايه؟ هتديك هنا 8.6. طب واحد ممكن يسأل سؤال بقى يقول لي طب ليه انا عندي هنا منطقة كده ديد زون كده اهو، ديد زون الفي اوت فيها بزيرو، الاوت فيها ما بيتحركش. اقول لك السبب في كده ان الفولتج بتاعي مش كفاية ان هو يترن اون التو دايدز. ما احنا عشان يبدأ يمشي الكرنت لازم الفولتج بتاعي في المثال ده مثلا يكون اكبر من 1.4، عشان هو محتاج يترن اون الدايد ده ويترن اون الدايت ده. لو هو لسه الفولتج ما كبرش لدرجه ان هو يترن اون الدايت هيبقى الفي اوت بتاعي بزيرو. فلو انت عملت خط كده اهو وخط كده اهو، اهو هنا كده ده الحد بتاع الانبوت اللي هي تعالى نقول مثلا 1.4
وماينس 1.4 اللي لسه ما حصلش عندهم تيرن اون للايه تيرن اون للدايدز. فبالتالي في الريجن دي الفي اوت بيساوي 0, اهو في الريجن دي الفي اوت هيساوي 0, وفي الريجن دي هيساوي الفي اوت 0 لان الانبوت فولتج لسه صغير, لسه مش قادر يعمل تيرنينج اون للايه للتو دايدز اللي موجودين عندي في الايه اللي موجودين عندي في السيركت. طبعا اوعى تتلخبط هنا بقى ان الاكس اكسس هنا ما هوش فولتج, الاكس اكسس هنا ده تايم, الواي اكسس هو الفولتج. فما احنا نكتب هنا 1.4 نقصد ان لما الانبوت يبقى اكبر من في الريجن دي الانبوت بتاعي اكبر من 1.4 يبقى الانبوت الكبير كفايه ان هو يتيرن اون الدايودز, لكن لو هو في الحته دي فهو اصغر من 1.4 فهو مش عارف يتيرن اون الايه مش عارف يتيرن اون الدايودز. هو ده اللي خلاني اقول ان انا هيبقى عندي ديد زون في المنطقه دي, اهو ان انا لما اعدي ال 1.4 هتيرن اون الدايودز هيبقى فيه في اوت, لكن لو انا اقل من 1.4 مش هعرف اترن اون الدايدز, فبالتالي مش هيكون فيه ايه مش هيكون فيه في اوت. طيب هنيجي بقى للنقطه كمان اللي هي النقطه بتاعه البيك انفرس فولتج. ازاي نحسب البيك انفرس فولتج؟ ان انا كمان قبل كده ان اهميه البيك انفرس فولتج ان انا الدايد بتاعي عايز يكوندكت في الفورورد بس في الابلكيشنز دي مش عايز يكوندكت في الريفرس, فلازم اتاكد ان اكبر ريفرس فولتج مش هيعمل بريك داون للدايد. طيب عشان احسب البيك انفرس فولتج اعمل ايه؟ انا لازم اخد كيس يكون فيه دايت فيها ريفرس واعمل فيه كي في ال. تعال ناخد مثال, مثلا في البوزيتيف هاف سايكل انا عندي الموجب هو اللي فوق والسالب هو اللي تحت, واتفقنا مع بعض ان الكرنت بتاعي هيروح يمشي في الايه هيروح يمشي في المسار ده زي ما احنا كده شايفين مع بعض. طيب طبعا الدايت ده هيكون فورورد والدايت ده هيكون فورورد والدايت ده هيكون ريفرس والدايت ده هيكون ايه والدايت ده هيكون ريفرس. يعني ايه احسب البيك انفرس فولتج؟ يعني احسب الانفرس فولتج على دايد ريفرس بايزد واحسب البيك بقى بتاع الانفرس فولتج ده. طيب اعملها ازاي؟ اعملها بان انا اخد كي في اللاية بتمر بدايد ريفرس, وخد بالك الدايره اصلا سيمتريك, فتاخد انك تاخد دايد 4 او دايد 3 مش هتفرق ايه مش هتفرق اي حاجه. طيب تعالوا ناخد دايد 3, تعالوا ناخد دايد 3. طب هعمل كي في اللاية ازاي؟ تعالى نعمل كيف اللاية بالشكل ده مثلا اهو. خد بالك ان اي كلوزد لوب هتقضي الغرض, اي كلوزد لوب هتقضي الغرض, بس ده هناخد كيف اللاية اللي انا ظللتها بالايه اللي انا ظللتها بالاصفر دي. طيب هكتب كيف ال بتاعتي ازاي؟ هقول في اس يساوي اهو في اس يساوي, وبعدين هعدي على مين؟ هعدي على دايد واحد, يبقى الفولتج اللي على دايد واحد وده بالفورورد, يبقى هكتب اهو في دايد واحد وده بالفورورد, وبعدين هعدي على دايد 3 فده الفولت على دايت 3 بالريفرس. واحد هيقول لي مش احنا بنعمل الفولت اللي على الدايت بالشكل ده؟ اقول لك ماشي, لو انت عايزه بالشكل ده وهو ريفرس هيبقى بالسالب, لو انت عكست السهم هيبقى بالموجب. فالفكره بس ان انا باخد الفولتج بالموجب للايه للتسهيل, عشان كده رسمت السهم في الايه في الاتجاه ده لان انا عارف ان الدايت ده ريفرس, يبقى الفولت اللي على دايت 3 وده هيبقى ايه وده هيبقى ريفرس فولتج. طب مين اللي انا مهتم بيه؟ اللي انا مهتم بيه هو الفولت على الريفرس بايست دايت اللي هو الفولت على دايت 3, خلاص هاته في ناحيه لوحده. فجبت في دايت 3 ده في ناحيه لوحده بيساوي ايه؟ بيساوي الفي اس ماينس في دايت 1 فورورد. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز احسب البيك انفرس فولتج. البيك انفرس فولتج يعني انا عايز اجيب اقصى قيمه اقصى قيمه للايه للبارامتر ده اللي هو في دايت 3 لما يكون ريفرس. طيب اقصى قيمه هلاقيها امتى؟ هلاقيها ان لما يكون الفي اس ده عند اكبر قيمه ليه, اكبر قيمه ليه اللي هي الامبليتيود بتاعه. طيب في دايد واحد فورورد ده اصلا ثابت بيساوي كام؟ بيساوي الاون فولتج اللي هو تقريبا بوينت ايه تقريبا بوينت 7, يبقى انا كده حسبت المعادله بتاعه الايه حسبت المعادله بتاعه البيك انفرس فولتج. طب واحد ممكن يقول بقى طب ليه ما جبتش البيك انفرس فولتج من على الرسمه زي ما عملت ايه زي ما عملت قبل كده؟ في الحقيقه انا مش عارف اجيبها على الرسمه هنا لان الفولت اللي على دايت 3 ده اللي هو الفولت الريفرس ده مش موجود على الرسمه اصلا زي في حاله سنتر دبل ترانسفورمر, كان سهل ان انا اجيبها على الرسمه. هتقولي يعني انا ممكن اجيبها برده في سنتر تابل ترانسفورمر عن طريق الكي في ال؟ طبعا ممكن, ارجع تاني لسنتر تابل ترانسفورمر اعمل معادله ايه اعمل معادله كي في ال هتلاقيها ايه هتلاقيها مدياك نفس الريزلت اللي احنا كنا مطلعينها بالظبط. طيب طبعا احنا عارفين بقى ان انا لما اجي بقى اشتري الدايت بتاعي لازم اتاكد ان البريك داون فولتج بتاع الدايت اكبر بشويه حلوين من البيك انفرس فولتج ده عشان اضمن ان مفيش حاجه هيحصل لها بريك داون في الدايره بتاعتي. البريجكت فاير ده بقى في الحقيقه زي ما احنا قلنا بقى هو الموست بوبولار فول ويف ريكتيفاير, ده هو الاكثر شيوعا والاكثر انتشارا, ده اللي بيستعمل في الابلكيشنز اللي احنا ايه اللي احنا بنستعملها في حياتنا. طب يا ترى ايه السبب في كده؟ ايه اللي خلى البريدج ريكتيفاير ده هو الموست بوبولار مقارنه بالايه الريكتيفاير التاني اللي برده فول ويف
بس شغال بطريقه السنتر تاب للترانسفورمر. اعمل كده بوز للفيديو وفكر فيه يا ترى ايه العيوب وايه المميزات بتاعه البريدج ريكتيفاير. طب اللي مكتوب قدامنا هنا دي هي المميزات بتاعه الايه، هي المميزات بتاعه البريدج ريكتيفاير. اول حاجه ان انا محتاج ترانسفورمر ابسط، مش محتاج سنتر تاب للترانسفورمر زي الكيس الثانيه. انا عندي ده ترانسفورمر عادي، مش محتاج اعمل تاب في الايه، مش محتاج اعمل تاب في النص زي ما كنت عامل ايه، زي ما كنت عامل في الفول ويف ريكتيفاير الثاني. طب كمان ايه، كمان انا عندي هنا السكند ريوايندنج اقل. يعني ايه عندي السكند ريوايندنج اقل؟ لو فاكرين انا كنت في سنتر تاب للترانسفورمر كنت باخد جراوند في النص كده اهو، ويبقى عندي هنا في اس وعندي هنا في اس، فبالتالي الوايندنج دي يعني التيرنز بتاعت الكويل بمعنى اخر كنت محتاج ضعف عدد الايه، ضعف عدد التيرنز عشان يديك هنا اوفر اول فولتج ب 2 في اس. لا انا هنا مش محتاج الكلام ده، انا الفولت بتاعي هو في اس واحد بس، يبقى انا هنا في الحقيقه هحتاج نص عدد الايه، نص عدد التيرنز في السكندري، في السكندري وايندنج. برضو عندي من مميزات ان هنا البيك انفرس فولتج اقل. خد بالك ان في الايه، في التاني كان عندي 2 في اس، لا انا عندي هنا في اس واحده بس، في اس ماينس في اون، فبالتالي ده بيديك بيك انفرس فولتج اقل. فبرضو لما اجي اختار الدايت بتاعي اللي انا هستعمله مش شرط ان انا اختار دايت بقى ليه بريك داون فولتج يكون عالي قوي. طب دي كده مميزات. طب يا ترى ايه العيوب اللي احنا شايفينها؟ طبعا ممكن واحد يفكر يقول لك ده في عيب واضح جدا، ان السيركت دي فيها 4 دايودز في حين ان السيركت التانية كان فيها 2 دايودز بس. في الحقيقة العيب ده ما هوش خطير، لان الاربعة دايودز دول انا ممكن اعملهم على نفس قطعة السيليكون. زي ما احنا فهمنا بقى فكرة الاي سيز، ان مش كل دايود انا هروح اشتريه واحطه في الباكج بتاعته وياخد عندي مساحة على ايه، وياخد عندي مساحة في البوردة بتاعتي. لا ده انا هشتري تشيب واحدة بس هيكون فيها الاربعة دايودز دول مع بعض، هيكون فيها الاربعة دايودز دول مع بعض. فبالتالي من ناحية السايز ومن ناحية الكوست ومن ناحية ال ناحية الكومبلكستي هيبقى الموضوع بسيط خالص، ناحية التكلفة هيبقى الموضوع ما فيهوش أي إيه، ما فيهوش أي مشكلة. فده يعتبر عيب إيه، عيب ثانوي مش مهم. عندي عيب تاني صغير برضو بقى، إن هنا الفرق ما بين البيك بتاع الإنبوت والبيك بتاع الأوتبوت بيساوي 2 في دايت. في الكيس اللي هي بتاعت السنتر تاب فول ويف ريكتيفاير كان 1 في دايت، لكن برضو لا يزال إن المميزات بتاعت البريدج ريكتيفاير أكتر من الإيه، أهم من العيوب البسيطة دي. وطبعا ممكن ان انا ازود شويه التيرنز ريشيو، ازود التيرنز بتاعت السكندري كويل عشان اكبر الفي اس شويه، عشان اعوض الايه، عشان اعوض الفولتج دروب اللي هو ب 2 في دايد لو انا عايز اعمل كده. طب هنسال بقى مع بعض سؤال دلوقتي، هل الفولت اللي خارج لي من الفول ويف ريكتيفاير ده، هل هو ده في الحقيقه الفولت اللي انا عايزه؟ هل انا عايز فولت عمال يتغير بعنف جدا بالشكل ده زي ما احنا شايفين، ولا انا عايز فولت ثابت؟ في الحقيقه لا، لو انا بعمل دايره دي سي باور سبلاي فانا في الحقيقه انا عايز فولت ثابت. طب ايه انا ممكن احطه بقى عشان يثبت لي الفولتج ده شويه؟ هو ده بقى اللي هنشوفه في دايره البيك ريكتيفاير اللي ان شاء الله هنشوفها في الجزء الجاي من المحاضره.